تشعر لينا وليلى وليلي وكأنهن شخص واحد، فالتوأم الثلاثي لا يفترق أبداً، سواء في أوقات الراحة أو خلال ممارسة رياضة الماراثون. وبهذه الروح الرياضية المميزة تأهلنا إلى دورة الألعاب الأولمبية. كان هذا حلماً بالنسبة لنا، وتأهلنا مفاجأة جميلة. نحن ثلاثة وهذا مصدر قوتنا، فنحن نمنح بعضنا البعض طاقة كبيرة تزداد بشكل مستمر. تارتو مدينة جامعية في شرق إستونيا، عدد سكانها يبلغ 100,000 نسمة. هنا تعيش وتتدرب الشقيقات الثلاثة اللواتي احترفن رياضة الماراثون في وقت متأخر، ففي عام 2010 انطلقت مسيرتهن الاحترافية. تأخرنا كثيراً في احتراف الرياضة، إذ بدأنا بها في سن 24، وهذا يؤكد على شعارنا في الحياة، وهو أنه لا توجد حدود زمنية لتحقيق ما يحلم به الإنسان مهنياً. سرعان ما تحقق حلمهن، فعلى الصعيد المحلي تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة في سباقات المسافات الطويلة، وفزنا بألقاب عديدة في بطولات محلية. إنهن يعملن بجهد أكبر، كما هي الحال هنا في معسكر تدريبي في كينيا. كانت لينا أول من تأهل إلى الأولمبياد عام 2015، وتلتها ليلي في فالنسيا هذه السنة، ثم ليلى خلال ماراثون هامبورغ. إنه من المدهش حقاً أن تمثل ثلاث شقيقات بلداً صغيراً كإستونيا في الألعاب الأولمبية، وأن يشاركن جميعاً في مسابقة واحدة. الجميع يرغب بالطبع في معرفة المزيد عن هؤلاء الفتيات. تعودت الشقيقات التوأم ليلى ولينا وليلي على لفت الأنظار، لا في سن الطفولة فحسب، بل عندما عملنا منقذات سباحة أو أثناء الرقص أيضاً. النجاح الذي حققه الثلاثي أثار اهتماماً كبيراً لدى شركات راعية عديدة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحظى الشقيقات الثلاث باهتمام كبير. ومنذ أن تأهلنا إلى الألعاب الأولمبية صرنا حديث الصحافة المحلية والعالمية. نحن نعيش حياة عادية كالآخرين، وما زلنا نمارس رياضة المشي التي نعشقها. ولما كل هذا الاهتمام بنا إذن؟ أحياناً يكون الأمر مزعجاً، لكن علينا التعود على ذلك. لكن لا بأس أيضاً من التمتع بالشهرة وأن نحاط بالمعجبين الذين يتابعون أخبارنا. تقضي الشقيقات أوقاتاً طويلة معاً، لكن كل واحدة تعيش بمفردها. ليلى تعيش هنا في مركز المدينة، وإحدى هوايتهن هي الرسم. بعد مسيرتهن الاحترافية ترغب الشقيقات الإستونيات في مواصلة العمل معاً. نحن نعرف بعضنا البعض جيداً، ومن السهل أن نحقق بداية جديدة معاً، كأن نؤسس شركة خاصة بنا، لأننا جميلات كما أننا صديقات حميمات. حظوظهن في الفوز بإحدى الميداليات الأولمبية طائلة، فأفضل زمن في الماراثون سجلته ليلى وهي أسرعهن، وكان 2:37.11. إنهن يتدربن بشكل صارم. لن نحزن إذا فزنا بميدالية واحدة فقط، فنحن فخورات ببعضنا البعض كشقيقات، وإذا فازت إحدانا بميدالية فسيكون ذلك فوزاً لثلاثتنا. في منتصف يونيو تبدأ المرحلة الحاسمة في معسكر التدريب في إيطاليا، والألعاب الأولمبية في البرازيل ليست سوى الخطوة الأولى، فهدفهن هو التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو أيضاً، وهن الآن في أوج عطائهن.